منتظرينكم 25 آية لا حد يهتم شلة إيقار 25 خمسة رافعينكم 25 خمسة رافعينكم من أجل الشهيد إيهاب موعدنا 25 آية بنروح لديك يا إيهاب بنروح لديك يا إيهاب بنروح لديك يا موعد الأحرار وموعد العراقيين مع النصر يوم 25 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، كما تابعتم في بداية الحلقة المقاطع، اليوم الحديث عن الدعوات المستمرة للتحشيد يوم غد 25 لإتمام مطالب ومساعي الثوار العراقيين بشكل عام بإسقاط هذا النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة وإنهاء هذه العملية السياسية التي لم تجلب للعراقيين أي خير منذ 18 عاما. تستمر هذه الدعوات وسط أيضا قلق من قبل البعض على حياة وأرواح المتظاهرين، لكن هناك إصرار وعزيمة أكبر بكثير من كل هذا القلق ومن كل هذا الخوف على أرواح الناس، خاصة أنهم يعلمون جيدا أنهم يواجهون آلة قمعية دموية حكومية وميليشياوية فعلت بهم ما فعلت طيلة سنوات ماضية، ولا تزال تريد أن تفعل المزيد وتقمع هذه الأصوات وتسكت كل عراقي حر يطالب بحق مشروع بوطن مسلوب. منظمة هيومان رايتس ووتش قالت إن عمليات قتل المتظاهرين والناشطين في العراق ما زالت مستمرة مع استمرار الميليشيات المسلحة في استهداف منتقدي الحكومة بمن فيهم الصحفيون والنشطاء في جو يسوده الإفلات من العقاب. حذرت المنظمة في تقرير لها من عجز الحكومة عن اتخاذ خطوات عاجلة لوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء، وأكدت أن مناخ الخوف الملموس الذي خلقته سيحد بشدة من التوجه نحو التغيير والإصلاح. أيضا عبرت المنظمة عن يأسها العميق بسبب عدد القتلى الذي تجاوز مئات مع تواصل استهداف آخرين ضمن عمليات قتل واختطاف ممنهجة لأصحاب الأصوات المنددة بفساد السلطة. وشددت هيومان رايتس ووتش على أنه كلما زادت قدرة الميليشيات على دخول الهيكل الحاكم وكبح الجهود لوقف عمليات القتل وجهود توفير العدالة للضحايا، كلما بدا العراق أكثر قتامة. وأيضا نضيف، كلما رفع من غضب العراقيين ومن رغبتهم بإسقاط هذا النظام. مشاهدينا الكرام، السؤال: كيف ترون هذه الدعوات؟ ما رأيكم بهذا التحشيد؟ ما الذي ينقص هذه الدعوات للتظاهر وهذه المظاهرات أو هذه الثورة لكي تكتمل بصورة جيدة؟ وما الذي يحتاجه العراقيون أيضا لكي يوصلوا أصواتهم بالشكل الذي يرضيهم والذي يكون عائد عليهم بمنفعة تخدم هذه الثورة وتخدم العراق بشكل عام وتخلصهم من هذا النظام؟ أيضا ضمن النقاط الأخرى، وهو دعوة مركز جنيف الدولي للعدالة الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المتظاهرين يوم 25 من أيار الجاري. وقال المركز إن على الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فعالة تضمن عدم التعرض للمتظاهرين واحترام حقهم السلمي بالتظاهر، فضلا عن توثيق الانتهاكات التي قد ترتكبها الأجهزة الحكومية والميليشيات. وأيضا أكد المركز أن اللجان الحكومية التي شكلت لملاحقة قتلة المتظاهرين لم تسفر عن أي نتائج تذكر، لا سيما أن قادة الميليشيات التي قتلت المتظاهرين هم أنفسهم ضمن لجان التحقيق، وطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة لمحاسبة الجنات وتقديمهم للعدالة. إذن حكومة عادل عبد المهدي وحكومة مصطفى الكاظمي لم تقدم أي شيء للعراقيين، واللجان التحقيقية نسأل أين نتائج هذه اللجان؟ لماذا لم يخرج أي من رئيسي الحكومتين السابقتين اللتين في فترتيهما تمت عمليات القتل وعمليات القمع لثورة تشرين بأي نتيجة أو خلاصة تصل إلى الجاني الحقيقي وليس أكباش فداء كما يراهم العراقيون طبعا،
وكما يرى الكثيرون أن ما يحصل في العراق هي عملية إخفاء للحقائق وتغييب للواقع. لماذا لم تخرج أي من هذه الحكومات رغم وعودها الكثيرة بالحقيقة للعراقيين ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وهي الدعوة الرئيسة ضمن الدعوات الكثيرة التي يطالب بها ثوار تشرين وثوار العراق بشكل عام في هذه المظاهرات؟ لدينا خبر أيضا، وهو تحذير من المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان من محاولات الحكومة استخدام القوى المفرطة لقمع المتظاهرين الذين سيخرجون يوم غد 25 أيار، داعيا لوقف حملات الترهيب ضد النشطاء والكشف عن مرتكبي جرائم الاغتيال. وأيضا هناك وسم بإمكان حضراتكم أيضا أن تشاركوا بالتفاعل بشأن هذا الوسم ورفع هذا الوسم في موقع تويتر، وهو كن مع الثورة. يواصل هذا الوسم التصدر في العراق، وهناك دعوات كثيرة لرفعه ومحاولة إيصال الفكرة للعالم أن العراق اليوم مقبلون، العراقيين مقبلون على ثورة جديدة، على تظاهرات، على خروج جديد لإبداء آرائهم وإخراج هذا الصوت الذي يطالبون فيه طبعا بإسقاط هذا النظام، نظام لم يقدم شيء للعراقيين، لا يستحق أن يبقى في هذا البلد. وهنا النظام لا أقصد فقط حكومة، إنما كل الأحزاب التي شاركت ضمن العملية السياسية والتي شكلت هذه الحكومات طيلة 18 عاما. طبعا الوسم تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بعد أن حشد ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل لتظاهرات شعبية كبيرة في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق. ننتظر آراءكم مشاهدينا الكرام بهذا الخصوص، ما تعليقكم على ما يحدث؟ ما رأيكم بهذا التحشيد؟ هل تعتقدون أن هذه الطريقة المثلى للخلاص من هذه الحكومات؟ هل بقي شيء لهذه الحكومات أصلا في العراق؟ هل بقيت ثقة تربط ما بين الشعب وما بين هذه الأحزاب وما بين هذه الحكومات؟ لماذا تستمر هذه الأحزاب وهذه الجهات التي تدعي الديمقراطية والتي تدعي الحفاظ على حقوق وحياة الإنسان تستمر بتمسكها بالمناصب رغم خروج العراقيين بأصوات كثيرة؟ ملايين انتشروا في الشوارع في محافظات عراقية مختلفة طالبوا بإسقاط هذا النظام وبرحيل هذه الأحزاب، ووصفوها بأنها أحزاب فاسدة، مجموعة من اللصوص الذين يحكمون ومجموعة من القتلة. فلماذا يصرون على البقاء داخل العراق رغم الرفض الشعبي بالإجماع تقريبا، ما عدا مجموعة قليلة تابعة أو منتفعة من هذه الجهات؟ لكن المعظم من العراقيين هم يرفضون هذه الشخصيات بالسنة والشيعة بغض النظر، والأكراد والمسيحيين لم يقدموا شيئا لأبناء محافظاتهم، فلماذا هم متمسكون بهذه المناصب؟ عندنا اتصال السيد محمد من كربلاء، تفضل محمد من كربلاء. محمد من كربلاء موجود؟ فقدنا اتصال. طيب، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب قال إن حملات الترهيب ضد الناشطين العراقيين مستمرة، حيث يتعرضون لمحاولات اغتيال واعتقال، فضلا عن تهديد واسع بسبب رفضهم للعملية السياسية والتنديد بالأحزاب الفاسدة والميليشيات الإرهابية التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على العراق. دعا المركز الحقوقي السلطات الحكومية في بغداد إلى احترام حق التعبير والتجمع السلمي وتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين. نكمل الحديث مع اتصال أبو ذياب من الفلوجة، تفضل. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ تحية البرنامج قناة الرافدين الكريم، وأحلى تحية ثوار تشرين الأبطال. حياك الله. ان شاء الله استاذي منصرين على هاي الحكومه الفاسده، وان شاء الله الله ينصرنا وناخذ حق الشهداء الراحت الناشطين اللي قتلوها، صفاء السراي الله يرحمه وهشام الهاشمي ودكتور ريهام. وان شاء الله اني باكر اروح لبغداد واحجي بتعمد اشارك بالثوره، لان اذا ما اشارك ما حسنا العراق، بس اذا اشارك حسنا العراق راح نشارك بالسنه والشيعة والاكراد والمسيحة والصابه والاكديه، لأن إذا أشارك حتنفس عراقي حر. نعم. وأنا ولدت عراق وراح يبقى دم عراقي، وإن شاء الله ننتصر على هاي الحكومة، وإن شاء الله ميديوم الظلم والعراق يرجع يا أستاذي. وشكرا. نعم. لأنتوا واقفين ويانا، القناة الوحيدة اللي توصل صوت الحق، وأقول الله يرحم شيخنا حارث الضاري، هو كان واقف ويانا بكل شيء،
واحلى تحيه لكادر قناه الرافدين، وان شاء الله منصورين يا استاذ. السلام عليكم. شكرا جزيلا. وعليكم السلام. اشكرك يا ابو ذياب، شكرا للمشاركه. عندنا السيد سعد من الكويت، تفضل يا سعد. يا هلا بيك يا استاذ محمد، تحيه لك وللبرنامج وللقناه. استاذي بالنسبه حبيت اسالك سؤال، الله يخليك ويطول بعمرك. الله يسلمك. بالنسبه يقول لك اربعه ارهاب. نعم. ماذا تعني اربعه ارهاب طال عمرك؟ نعم. ارجو الاجابه من شخصك الكريم. ايضا استاذي بالنسبه للحكومه، اعطوها مجال يا استاذي كي تعمل وتشتغل يعني. طيب. المسألة محتاجة صبر يا أستاذي. كم سنة على العراقيين أن يصبروا؟ البرلمان سعد الجديد يحل أزمة العراق. طيب. ومأساة العراق وكذلك. نعم. المختطفين والمعتقلين. وتحياتي. طيب. لكل البرنامج. أنا أشكرك سيد سعد من الكويت، شكرا جزيلا. طيب سيد سعد هو طبعا متصل دائم بالبرنامج، أهلا وسهلا به. هو عنده طريقا، هو يبدي وجهة نظره فقط ويطرح السؤال ثم يغادر، تحترم هذه الطريقة. بالنهاية كان السؤال، وأتمنى من العراقيين من أبناء البلد أنهم يشاركون يجاوبون على هذا السؤال اللي طرحه السيد سعد، أو الفكرة اللي طرحها السيد سعد من الكويت. انطوا فرصة للحكومة حتى تقدم شيء. أتمنى من العراقيين المشاركين المشاهدين أنه يتصلون يجاوبون على هذا السؤال. طيلة 18 سنة، ايش قدمت هذه الحكومات للعراقيين حتى ينتظروها بعد سنوات أخرى؟ هل هذه الحكومات جادة في تقديم خدمات للعراقيين؟ هل هذه الحكومات وطنية بأنها تمنع الخطر عن العراقيين من خارج الحدود؟ هل هذه الحكومات حفظت أمن العراقيين وسلامتهم واستقرارهم واقتصادهم وصحتهم؟ اليوم احنا دا نشوف الوضع بالنسبة لقطاع الصحة، وده نشوف الوضع بالنسبة للأجهزة الأمنية وللوضع الأمني في العراق، وده نشوف الوضع بالنسبة لانتشار الميليشيات والسلاح والمعتقلات وغيرها. هاي الحكومة تستحق فرصة أخرى؟ هذه الحكومات طبعا مو حكومة الكاظمي، أنا أتكلم عن كل من جاء بعد الاحتلال. هذه الأحزاب هي نفسها داورت الوجوه، ولكن نفس الشخصيات تحكم بمناصب مختلفة. قدمت شيء للعراقيين تستحق أنه هي ينتظرون عليها ويصبرون أكثر سنين أكثر حتى تحقق لهم شيء؟ طيب وين كانت طيلة هذه السنوات التي مضت وهي عندها المليارات؟ برهم صالح يوم أمس يقول العراق فقد تريليون دولار أمريكي خلال هذه السنوات بسبب الفساد كما يقول. طيب رئيس الجمهورية يعترف بأن العراق فقد تريليون دولار، والرقم بحسب تقارير أكبر من ذلك بكثير. هذه الأرقام كان ممكن شو تسوي للعراق؟ كان ممكن شو تبني للعراقيين؟ يعني أتمنى تجاوبون الأخ سعد من الكويت، هل تستحق هذه الحكومات فرصة؟ وهل أصلا هي جديرة بأن تحصل على فرصة جديدة لتقديم شيء للعراقيين؟ عندنا اتصال. السيدة أم محمد من بغداد، تفضلي. شلونك خالة محمد؟ شلون تحتي؟ أهلا وسهلا أختي أم محمد، حياك الله. فدوى خالة يعني باكر عندكم مظاهرات؟ نعم. إن شاء الله إن شاء الله منصورين عليهم إن شاء الله. والله إحنا نطلع خالة على مود المساكين. نعم. اللي ما نعطوهم عفو. اطلعي خالة اطلعي. اطلعي مثل ما هم يطلعون يطالبون بكهرباء والناس تطالب بوظائف والناس تريد وطن، أنت تريدين ابنك المعتقل، اطلعي. اي والله اريد مو بس ابني، كل العالم يطلع. نعم. لان ابني صار له 4 سنين بالسجن وحكمه اعدام عن لا يعني لا ذنب ولا كل شيء وحكمه لي. زين احنا شنو ذنبنا؟ رئيس الجمهوريه موافق على العفو، البرلمان موافق، ليش الكاظمي ما يوافق؟ حتى شو يريد من عندنا؟ نعم. يعني يريدنا نروح ننتخب؟ لا والله ما حد يطلع ينتخب. بس مظاهرات لا والله باكر اطلع. طيب انا اريد حضرتك تجاوبين على الاخ سعد من الكويت، يقول ليش ما تنطون فرصه للحكومه؟ برايك ذول اللي موجودين بالحكومه خالص شنو نعطي فرصه؟ شنو نعطي فرصه خالص؟ كم سنه صار؟ هاي مو احنا 21؟ نعم. هاي صار 21 سنه، شنو نعطيهم فرصه بعد؟ 18 سنه من نعم. حرب الحرب اخذوا بينا سعر السريدة خميني وصدام ورجع حرب الكويت ورجع هاي الحرب هاي خاب مفخم وملطم هاي الحرب. نعم. اكلونا اكل احنا ولدنا، بيوتنا راحت، ولدنا راحت، اللي انكتله واللي انسجنه. والله انا كتلالي واحد والله بالله العظيم. نعم. وهذا الله بالسجن شنو ذنبنا احنا؟ والله حتى حيل ماكو، حتى حسي رايح من القهر والله من التفكير.
ابني حاكم اعدام والله خايفه عليه بشكل مو بس نعم. عليه على كل العالم والله كلهم ولدي هم شنو نعم. ذنبهم دور الشباب شنو ذنبهم يعني انت هسه مواطنه الله. عراقيه ترفضين فكره انه انت تنطين فرصه لهاي الحكومات انه هي تستمر اي نعطيهم فرصه لكن الله يهديهم علينا يعطونا عفو يعطونا الشيخ هذا كافي علينا تعبنا والله تعبنا هم يستحقون فرصه ذول الموجودين بالحكم شو يستحقون لا والله ما يستحقون فرصه والله لا مني ومن الشعب بفوت فيهم فوت وش عين ابليس ابليسهم كافي عادته ساكتين ومتقصر انا اشكرك صار من يوم البارحه نحن وياهم نعم تعب سيده ام محمد انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه هذه رسالة وصوت من والدة معتقل وربما هي أيضا تكون دعوة لجميع ذوي المعتقلين أمهات وآباء وأشقاء بأن يخرجوا مثل ماذا تطلع هذه الثورة للمطالبة بحق عام اندمجوا بها أنتوا لديكم مطالب وهم أيضا يحملون مطالب المطالب العام هي والأهم هي إسقاط هذا النظام لكن إن كان هناك من لديه مطلب آخر مطلب فرعي جانبي يعتقد أنه هو هذا بس اللي يريد يطلع أيضا هناك فرصة أنه تخرج تعبر فيها عن رأيك تطالب فيها بحقك المسلوب تطالب فيها بابنك المعتقل هذه أيضا فرصة فرصة للخروج فرصة للتحشيد اليوم الدعوات والوقت بعده موجود اليوم الكل بإمكانه أنه يطلع أنتوا دا تروحون دا تنتظرون أبنائكم يم المعتقلات ويم السجون ودا تلاقوهم معذبين دا تلاقوهم مهانين ودا تعانون وأنتم أيضا في معاناة يعني ما تضير من الخروج هذه أيضا ربما قد تكون دعوة عندنا أبو عمر من بغداد تفضل حياك الله السيد أبو عمر من بغداد أهلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم الله يحفظك يسلمك الحمد لله سعد من الكويت يريد فرصة للحكومة هو يقول ليش ما تنطوها فرصة الرجل يعني دا يسأل هذا ما مشي هذي بس هاي الحكومة شطية فرصة هذا 18 سنة نعم خربوا البلاد من إن شاء الله بلد دم ما خلاه بقي نعم أحرقوا حرق لا زرع ولا مي ولا حتى الدجاج يتممون الحنطة هاي الحنطة لا مرجع المحترق يا راح نعم أحرقوا شخلوا لا مي لا كهرباء لا أي شيء ما هاي 18 سنة هم البارحة رئيس الجمهورية يقول 150 مليار فلان مهربة للخارج و1000 مليار مدري وين سمعت ما سمعت أستاذ محمد؟ نعم نعم زين هاي أنت متى تعرفهم شو هم كلهم حرامية ما نستثني منهم والله هو سؤال عندي أنا أيضا عندي سؤال يا أبو عمر أبو عمر سؤال أيضا هم كلهم يعترفون أنه أكو سرقة ويعترفون أنه أكو فساد واللي يتكلم رئيس جمهورية ورئيس وزراء لكن ما حد يحاسب هاي الحكومة إذا مو هي جديرة بالمحاسبة وما عندها القدرة والصلاحيات إيش عندها باقية هم يقولون إحنا حرامية ونحن ما نصلح العملية ومن منهم نور الماس طلع على التلفزيون قال ما نصلح بعد هاي العملية السياسية أنا أعرف من هو الأمور زين هاي هم عندهم جيش وعندهم شرطه وعندهم امن واستخبارات يعني الميليشيات الموجوده تكسر الجيش اليوم ما العين يضربون عشان يضربون عينته يعني هم مقاومه مال الامريكان هم مقاومه مال الامريكان هم جابوا الامريكان هم جابوا الامريكان على الدبابه الامريكيه كلهم كلهم واحد كان كنا وكان شيعه وكان كراه دمر البلاد والعباد واحرقوا العراق كله من اساس الراس أني أشكرك يا أبو عمر من بغداد شكرا لك وصلت الفكرة عندنا أبو كريم من بغداد تفضل يا أبو كريم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ محمد الله يسعدك الله يسلمك حياك الله أستاذ محمد إحنا متلهفين شلون؟ دولة منتهية منتهين إحنا متلهفين دولة منتهية نعم لا كهرباء لا مستشفيات لا مدارس لا شوارع لا تعليم لا عمل كفي لك الله كاتم الجوع لكن كيف ولد ما عنده فلوس يمكن يخذ الحليب لابنه نعم وانا بجيب 10,000 شدهم قتيله وهذا سعد هذا سعد من الكويت يقول انطفرطي اما انطفرطي هو قاعد بنعيمهم خير عايش عنده الصباح واحنا قاعدين هنا متلهفين شوف سيد ابو كريم حتى لا يصير هجوم على سعد وتنفهم فكرته غلط الرجل طرحها ومثل ما تعرف أهل مكة أدرى بشعابها الرجل قد طرح الفكرة هو ما يعرف شنو خفايا الأمور أو حيثيات الموضوع بالعراق والناس شلون عايشة أنتوا كعراقيين بدون ما حد يتهجم على الآخر بالنهاية
مواطن عربي شقيق، نجاوبه ونقول له احنا العراقيين، هذا رايك طبعا بالنهايه، لكن الجواب يجي منك، وشلون ترد على اي شخص يعتقد انه هذه الحكومه ممكن تستحق فرصه اخرى؟ استاذ محمد، نعم استاذ محمد، خلي يحترم نفسه هذا سعد، نحط النعال بحقه وحق الكويت. لا طيب ابو كريم انا اشكرك واعتذر للاخ سعد، وهذا الكلام غير مقبول وتجاوز مرفوض، وانا يعني ماكو صار لي ثواني من قلت لك انه يا ابو كريم لا يتحول الموضوع شخصي، بالنهايه السيد سعد من الكويت يعني يدعم للعراقيين دائما باتصالاته ومشاركاته، ومؤيد للتظاهرات حقيقه ومؤيد لحقوق الناس، ولكن قد خرجت هذه الكلمه بطريقه ما وصلها بشكل صحيح وفهمت خطا. احنا ناخذها على صيغه سؤال، نقول ايش قدموا ذولا للعراقيين حتى يكون الرد باسلوب مهذب بدون تجاوزات، طبعا تجاوزك مرفوض، ونعتذر للاخ سعد من الكويت على هذا الشيء. بالنهايه اللي الرد اللي يجي للسعد من الكويت او يجي لاي مواطن عربي او اخ عربي موجود في دول قد ما يعرف شنو اللي يصير بالعراق، قد يعتقد انه العراق بلد امن بلد مستقر، ياتيه الرد من العراقيين، منكم انتم المتصلين، الناس اللي عايشه داخل العراق تتكلمون عن معاناتكم، تشرحون السبب ان انتم ترفضون هذه الحكومات، ليش انتم ما تقبلون هذه الحكومة تستمر او كل الاحزاب تستمر بدون تجاوزات حتى يكون الحوار ثقافي بدون يعني ما ينزل لمستويات للأسف، يعني نتفهم بلكي انه انت تكون في حالة غضب، لكن اتمنى منك ابو كريم من بغداد المرة القادمة تشارك حقيقة، ويعني هذه أمنية مني أنه تعتذر لي سعد من الكويت، لأنه هذا حقيقة شيء مو صحيح اللي سويته. عندنا اتصال السيد أبو علي من الموصل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو سعد من الكويت، احنا حتى بس لنحول الموضوع كله الى سعد من الكويت، هو سؤال او جواب من حضراتكم، هل قدمت هذه الحكومات شيء للعراقيين تستحق انه هي تستمر بي او تستمر بحكمها؟ لا، هو يطلب يقول اريد ان ينطي فرصه يعني للحكومه. طيب الحكومه ليش ما تنطي فرصه للمساجين وتحكي عنهم؟ نعم هل يعفون عن هذه المظلومين بالسجين حتى احنا نعفى عنهم ونعطيهم فرصه اخرى؟ طيب غير مشكله المعتقلين، هل هذه الحكومه قدمت شيء للحياه العامه العراقيه من قطاع الصحه والكهرباء والمياه والتجاره؟ نعم قدمت كثير. شنو اللي قدمته؟ الفساد والخراب والقتل والنهب والسرقه. نعم انت مع هذه الدعوات للتحشيد وتعتقد انه هي حتخلص العراقيين من هذه المعاناة ان دعمت بشكل صحيح؟ ما يخلص العراقيين، رب العراقيين ما يخلص العراقيين الا رب العراقيين، الا العراقيين. نعم ربهم ولا ما احد يخلصهم. نعم اذا ما يخلص العراقيين الا العراقيين، كلام سليم. الا رب العراقيين، الا رب العالمين ونعم بالله، بس ايضا عمل الناس. عمل الناس، يا الرسول عليه السلام يقول كيف ما كنتم يولدكم. نعم لكن ايضا احنا في مبادئنا بالدين الاسلامي وبالعراقيين العراق في العراق بشكل عام مبدا الاجتهاد والعمل هو يعني من اساسيات حياتنا ومن اساسيات ديننا، حتى رب العالمين يعيننا. احنا خوما نظل قاعدين بالبيوت حاطين رجل على رجل وننتظر الفرج؟ السلام يقول لا يغير الله بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. نعم إذا بالنهاية أكو عمل إنسان، أكو عمل إنسان، أكو نعم. اجتهاد إنسان. اليوم اللي نشوفه هو عمل إنسان. اليوم اللي دا يطلع، أنت حضرتك يمكن أكيد ملاحظ قبل بضع سنوات كانت الناس تخاف تطلع، تخاف تقول كلمة. هم ما يحترمون حتى الإنسان إذا يقول كلمة ما يحترمون على طيب نتيجة. نعم أنا أشكرك يا أبو علي من الموصل. إذا هم ما احترموا كلام الإنسان فالإنسان العراقي يجبرهم أنه يحترمون كلمته، مثل ما صار في بداية ثورة تشرين واستمرارها، أنه ضغطت على هذه الحكومات أنه هي عرت
كثير من الشخصيات وكشفت القناع عن كثير من الوجوه التي اختبأت خلف أقنعة الوطنية والإصلاح ومحاربة الفساد والدين. في النهاية هذه الضغوطات اللي صارت عن طريق الثورة السلمية اللي اليوم دعوات للتحشيد لمزيد من هذه الثورة، لمزيد من هذه التظاهرات في سبيل إسقاط هذا النظام، هو أكبر دليل أن سلاح السلمية وخروج الناس في الشوارع وتنامي الوعي لدى العراقيين هو حل قوي جدا للخلاص من هذه الحكومات، وإن كانت مدعومة دوليا وإن كانت لديها سلطة مال وسلاح، لكن في النهاية هم مجموعة أشخاص، مجموعة أفراد يحكمون ملايين. إذا أجمعت الملايين على خروجهم ومغادرتهم بالنهاية سيرضخون عاجلا أم آجلا. محمد من الناصرية تفضل. سيد محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحقيقة نحن مع هذه الحكومة منذ سنوات وصلنا إلى طريق مسدود. نعم. ونعمل بكل الوسائل السلمية المتاحة لنا لإسقاط هذه الزمرة الفاسدة التي قتلت والتي نهبت والتي دمرت العراقيين ولم تدع أي شيء للعراق ولا للعراقيين. نعم. وكأنما الآن أصبح العراق يعني في مؤخرة الدول من كل في كل المجالات، الصحة، التعليم، والفساد، ويعني نعم. كل هذا يؤدي يعني بالناس والمتظاهرين والمواطنين إلى أن يخرجوا إلى الساحات. لم يعد هناك طريق أمام العراقيين إلا الخروج إلى الساحات والتظاهر والاعتصام والعصيان المدني. نعم. ويعني واستفادة من كل الوسائل الموجودة. نعم. الشعب العراقي غدا على موعد تاريخي مع هذا الحدث. هذا نعم. يثبت بأن العراقيون يعني بأن العراقيين عفوا طيلة هذه الفترة لأنهم يعني معارضون بشدة لهذه التهمة السياسية الفاسدة بالكامل. نعم. لا نجزئ هذه التهمة السياسية من كان من يعمل، أما أن يكون هناك خيارات لا ثالث لهم، أما أن يعمل مع هذه نعم. التهمة السياسية الفاسدة أو يتصدى لها، لا خيار ثالث أمام الناس، أما نعم. أن يكون جزء من الفساد أما أن يتصدى له. نعم. الحقيقة لذلك أنا أنقل لكم أيضا من الناصرية وبالقرب من ساحة الحبوب الآن. نعم. منذ أكثر من ساعة ونصف، هذه يعني كلام أتمنى أن يعرض على الشاشة الآن، منذ الآن أو قبل أكثر من ساعة وساحة الحبوب تغص بالمئات من المتظاهرين والسيارات متواجدة. نعم. للانطلاق في بعد منتصف الليل إلى العاصمة بغداد. نعم. التحشيد الحقيقة منذ أيام نقوم على هذا التحشيد. شلون تشوف مستوى التحشيد اليوم بالناصرية بالحبوبي تحديدا؟ أنا أقول لك يعني أنا من قرب الآن من الحبوبي في مكان بعد أمنت الاتصال مع. هل الأعداد اليوم الموجودة تلبي طموحات الناس المتظاهرين الثوار؟ فيما يتعلق في إطار يعني أنا أتكلم عن المنطقة اللي حضرتك موجود فيها وشاهد عيان عليها. نعم نعم نعم، هناك زحف كبير جدا من كافة الأقضية والنواحي. نعم. إلى مركز الناصرية إلى ساحة الحبوبي، هذه الساحة التي قدمت العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى والمغيبين. نعم. ساحة الحبوبي الآن هناك زخم والشوارع أيضا مزدحمة والسيارات الآن المتواجدة في داخل ساحة شنو الحبوبي. شنو الرأي الأعم الموجود اليوم داخل ساحة الحبوبي من الناس الموجودين الشباب والمتظاهرين؟ الحقيقة الرأي الموجود هو كل أغلب الأخوة الآن المتظاهرين كما تعرف بأن هو نداء، وأيضا هو تحشيد، وأيضا هي انعطافة جديدة ونقلة نوعية، غدا نقلة نوعية في ساحات تظاهر ونقل الاعتصامات والتظاهرات. نعم. إلى قلب العاصمة بغداد. نعم. تعرفون جيدا ويعرف عن قناتكم ومشاهديكم الكرام يعرفون جيدا بأن طيلة هذه الفترة كانت التظاهرات في المحافظات. نعم. ومجزئة في المحافظات ومن خلال عناوين عدة. نعم. الآن أصبحت الآن تظاهرات غدا. نعم. 25 آيار تظاهرات مركزية في قلب العاصمة. عنوانها الأبرز بغداد. شنو؟ العنوان الأبرز والأهم هو إسقاط النظام السياسي، إسقاط. نعم. هذه المنظومة السياسية بالكامل، وأنا كما قلت لك وهذا ما حقيقة في مؤتمر الأخير اللي انعقد في محافظة النجف. نعم. هذا هو كان شعارنا في مؤتمر اللي على ضوء تم
تشكيل المعارضة الثورية للتغيير. هذا هو العنوان الذي سوف نعمل أو شعارنا الآن في محافظة بيقار ضمن هذا العنوان. أيضا هناك العديد ضمت العديد من المنظمات المجتمع. بس أنتوا الآن على علم ودراية أكيد بالتجربة أنه الجهة المقابلة حكومة أحزاب وميليشيات ما راح تستقبلكم بالورود. شنو استعداداتكم لهذا الموضوع؟ أخي العزيز، أولا نحن عازمون على الوصول إلى ساحة التحرير مهما كانت الأمور، وهذا اتفاق في لحد أمس كان لدينا لقاء موسع مع الأخوة المتظاهرين الآن المتواجدين أمامي في ساحة الحبوب. كان لنا لقاء وحديث مطول بأن لا عودة مهما تكون. نحن نعرف جيدا ماذا نتوقع أن الميليشيات والسلاح يرفع داخل العاصمة بغداد وفي المدن الأخرى في بغداد وفي خاصة في مناطق العبانية وغيرها، كما استعرت أحد القوات الميليشيات قبل فترة وغيرها أيضا قبل أصبحت الاستعراضات العسكرية. وهذا السلاح الذي يرفع ويستعرض يستعرض ويرفع ضد من؟ الحقيقة أنا أقول هل لدينا مثلا قوات إسرائيلية في بغداد أو غيرها؟ هم نفسهم اللي نتوقع منهم الأسوأ غدا حقيقة. أقول لك يعني الأغلبية الموجودين نتوقع ما نتوقع منهم كما توقعنا في تظاهراتنا السابقة. ألم نقدم في تظاهراتنا السابقة؟ ولكن أكو رئيس وزراء اليوم أجا غصب عن العراقيين، هو لكن أجا اليوم يقول أنه أنا أرفض استخدام العنف ضد المتظاهرين. اليوم وإحنا دنشوف يومية في فترة حكمه أكو قمع وأكو قتل وأكو اعتقال وتغييب. هل هذا الشخص بعد اصلا يثق بكلامه او بوعوده للعراقيين اللي هو لغايه هذه اللحظه ما قدر يكشف عن قتله المتظاهرين؟ تتوقعون من الكاظم ان هو يحميكم؟ اخي العزيز، انا اوجه على سؤالكم اوجه سؤال للكاظمي وامام الشعب العراقي واقول له هو من اين جاء ومن اي منظومه جاء؟ عندما حدث القتل في ايام المئات التي خسرناها هنا في محافظة بيقار ودماء الشهداء التي سالت هنا في محافظة بيقار كما هو الحال في المحافظات الأخرى، ألم يكن هو مدير جهاز المخابرات؟ ألم يكن هو جزء من هذه المنظومة؟ ألم يأتي هو بالخلال الميليشيات؟ من جاء بالكاظمي؟ ومن نصب الكاظمي رئيس وزراء؟ ولماذا هذه المجاملات؟ وثم هذه أسئلة موجهة للكاظم شخصيا، وأتمنى أنا أعرفه بأنه لا يستطيع الرد. أيه. إذا كان لدي رد يقدم ولي قراءتكم معروفة يستطيع أن يرد على هذه الأسئلة من مواطن عراقي من محافظة ديقار. أقول هو من أين جاء الكاظمي حتى يتوقع منه أن يحمل المتظاهرين ويقدم الخدمة للمتظاهرين؟ هو أساسا جاء من خلال هذه الميليشيات. كان عليه الأولى على الكاظمي أن يقوم بتأديب هذه الميليشيات التي رفعت السلاح في داخل العاصمة بغداد وفي كربلاء وفي النجف وفي مناطق بالأساس هي فيها أساسا يعني رفض لهذه القوات، وخاصة فيما يتعلق وتحدث معك بصراحة حتى لا ألف وأدور بالكلام. يعني كيف يسمع أن تتجول هذه القوات في منطقة العظمية وتقوم برفع صور هي بالأساس غير مرحب بها في يعني استفزازات طائفية؟ أنا لا أتحدث، اسمح لي دقيقة، أنا لا أتحدث بطائفية، أنا أتحدث بواقعية كإنسان يحمل هموم البلد. لذلك على الكاظمي نحن لا نتوقع غدا أن تعاد الممارسات السابقة من قبل حكومة عبد المهدي، لأن لا خلاف بين حكومة عادل عبد المهدي وحكومة الكاظمي سوى بشعارات. هذا جاء بشعارات وهمية قبل. سيد محمد من الناصرية، أنا أكتفي وياك بهذا القدر، شكرا لك للمشاركة. نستمع لرأي السيد أبو ياسين من ديالة، تفضل يا أبو ياسين. حياك الله محمد السادة المحترمين. الله يسلمك، حياك. طبعا انا سائر من 2011 ولي شرف عظيم، وهذا رفع صوتنا امام سلطان جائر. وهذا يوم غدا هو يوم وطن العراقيين الاحرار. فاخي بالنسبه لموضوع سعد، ان عتب شديد على الشعوب العربيه. ما نعتبر الحكام، هو من اول من اسقطنا هم الدول العربيه الحكام اقصد. فلا سعد ودائما يتصل مزاجي، لكن لهم حي عتبك على الشعب شنو؟ عتبك على الشعوب العربيه؟ المفروض يتظاهرون امام حكامهم ان شعب عربي. وخلينا ننظر الى قضيه الاحواذيين العرب بالاحواذ. هذا البط الفارسي ورا الامريكي، فاحنا نريد اذن الشعوب العربيه، هذا الشعب العراقي
فهذه المطالب مال السيد سعد الذكر المقتدر صدر ب 2011 طلب 100 يوم وهال 100 يوم دارت 10 سنوات. هاي اللهجه المضحكه وموضوع الكاظمي مثل ما تفضل الاخ محمد من ذي قار هو جابوه قتله هذا العامل ومقتدر هذول اثنين قتله الشعب هذول مطلوبين للشعب هذول ناس قتله دمويين هم ماتوا بالكاظمي فالكاظمي من واجبه يخدمهم يخدم الميليشيات يخدم الولايين ويخدم ايران اما الشعب ان شاء الله باكر مثل ما يقول المثل المبلل ما يخاف من المطالب هذه قتلون بس احنا نبقى مصرين على التنمية مصرين على التنمية تنمية لاخر قطعة من دماغ لازم نرفع صوتنا بكل حرية ونحرر هذا العراق بأصواتنا مثل ما اقول انتصار الدم على سيف الجبناء فهذول جبناء الحكومة يا محمد كلهم جبناء لكن صوت الشعب الثوار يخرجهم والله انت يمثل اجدهم عبوا جراتهم وجوز نزموا برا يخافون من صوت العراق الحر الوطني وهذا ان شاء الله بعد خطوة جبارة وهذا زعف عظيم الى زعف تعليم للقضاء على الجماعات الفاسدة انا اشكرك يا ابو ديالة ابو ياسين من ديالة الصورة والمقاطع اللي موجودة الان طبعا اكو والاحزاب اعتمدت على مبدأ تجهيل بشكل كبير في المدارس في التعليم بالقنوات الفضائية محاولة خفض مستوى الوعي لدى العراقيين حتى يقادون بسهولة فلا تزال أكو مجموعة تتبع هذه الأحزاب بجهل طبعا وما يفهمون ويعتقدون أنه هذه المقاطع اللي يشوفوها هسه اللي حرق الإطارات وقطع الطرق يتم الترويج على أنه هذا تخريب وكذا اللي ما يعرف أنه وفق القانون الدولي قانون الإنسان الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان فقرة حرق الإطارات وقطع الطرق من ضمن وسائل التعبير السلمي عن الرأي أخاف يعني أكو مجموعة تعتقد أن هذه الأمور هي من أمور التخريب وكما روجت جينين بلاسخارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق اللي المفروض هي أصلا اللي أسست هذا القانون الدولي والتي هي وضعت البنود طبعا ليست بلاسخارت الأمم المتحدة والتي تمثلها بلاسخارت اعترضت على عمليات قطع الطرق اللي صارت في جنوب العراق وقطع الشوارع بالإطارات المحترقة لأنها عطلت عمل وحركة نقل النفط بالشاحنات وغيرها من الشركات النفطية فطبعا هذا الموضوع أضر بمصالح الدولة وبمصالح الدول المستفيدة فطلعت تقول هذا التخريب وهذا فوضى لكن الحقيقة هو أن وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان يسمح للمتظاهر السلمي بأن يشعل الإطارات ويقطع الطرق احتجاجا على سوء الأوضاع في بلده أو في المكان الذي يتواجد فيه وبالتالي كل من يعتقد أن هذه الأمور هي من التخريب هو جاهل في هذه الجزئية ويستحق أنه أو يجب أن يراجع نفسه ويراجع هذه البنود والقوانين والقرارات الدولية الموضوعة التي تحفظ للإنسان حقوقه بالتعبير عن الرأي وأيضا تضع شروط معينة في هذا الموضوع وطبقها العراقيون بحذافيرها في هذه التظاهرات. عندنا أم أحمد من صلاح الدين تفضلي. السيدة أم أحمد من صلاح الدين ما موجودة. محمد من بغداد موجود. محمد من بغداد وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخي بارك الله بك. حياك الله أهلا وسهلا أخي. إحنا أول شيء نتولى عقل ومنطق. طيب تفضل. ماشي أخي تفضل. احنا نريد تحسن خدمات وريد عراق صحيح. اي احنا من مس الرموز هاي وحده. ما تمس برموز شنو؟ رموز الشيعيه. الرموز الشيعيه مثل طيب. السيد القائد منو مقتدى الصعد. ها منو اللي مس بالرموز الشيعيه؟ انت هسه بالنسبه لك كمذيع انت من تطلع لك هواي مواطنين مو من دياله طيب. يتجاوزون الرموز هذا مو صحيح. طيب يعني احنا كنا اللي طلعوا وانتقدوا مقتدى الصدر احنا حتى لا نجيبها بشكل طائفي هذا الكلام طبعا مرفوض منك لانه بالنهايه اللي تكلموا من دياله عراقي بدياله اكو شيعة وفي صلاح الدين اكو شيعة وفي الانبار اكو شيعة اللي اتصلوا ماكو داعي انه نقول شيعة وسنة. مواطن عراقي اتصل انتقد اليوم اللي ينتقدون مقتدى الصدر في وسط وجنوب العراق اكثر من باقي المحافظات. اخي السلام عليكم. احنا نريد نخدم البلد. اي نطور البلد مالتنا. احنا اول شيء
الرجل خدم وهو شغلات مثل مثل اعطيني مثال اعطيني مثال مناضل خدم احنا بلد محتل وناضل وعرض وضد المحتل ايش سوى مقتدى الصدر اخي بارك الله احنا عدناها اقول لك سيد محمد بعيدا عن جزئيه المقاومه نعم. اللي حنتفق ونختلف بيها بغض النظر لكن انا اريدك نعم. تقول لي راي حضرتك خاصه وانه مقتدى نعم. الصدر خرج في لقاء نعم. تلفزيوني على قناه فضائيه نعم. قال بانه نعم. كل الحكومات من 2005 لغايه هذه الحكومه حكومه مصطفى الكاظمي لولا مقتدى الصدر لما تشكلت وعنده في كل حكومة مجموعة كبيرة من النواب ومجموعة كبيرة من الوزراء ومحافظين ورؤساء بلديات وغيرهم صح لو غلط؟ نعم إش قدموا هؤلاء للعراقيين يعني أبسط مثال اليوم وزارة الصحة كانت لمقتدى الصدر ووزارة الكهرباء حاليا للتيار الصدري شلون هالكهرباء يمك؟ نعم. اخي بارك الله فيك احنا بالنسبه انت لا تنسى ضخم وتيار عريق بمجتمع له جذوره قوي طيب احنا خلينا نحكي بالوطنيه ونحكي بالانسان هسه انت بالوطني شلون ابي وطني انا اهم شيء اغلط واتجاوز عليك يصير لا طبعا انا بس اسمح لي انا هسه سالتك سؤال ما الذي قدمته نعم. احزاب ما الذي قدمه التيار الصدري خلينا بالتيار الصدري ما الذي قدمه التيار الصدري للعراقيين في جوانب الحياة المختلفة أخي بارك الله بك أكو تقديم بس احنا هجمة شرسة ماشي هذا الكلام كله هذا الكلام كله دعه على جنب جاوبني بس جاوبني بس جاوبني احنا الوضع حسه في العراق ما مستقر جذريا ما مستقر نعم اللي قدم مقدم انا هسه من اقدم لك بس شيء عمل اخو وين نعم. ناس سيد محمد سيد محمد هل نعم. تعلم نعم. حضرتك انا اسالك قبل سؤال اخر جيش المهدي تابع لمن نعم. المن تابع من جزء الشعب العراقي لا لا جيش المهدي من الذي يقوده اي قائد الله يحفظه طيب. مقتدى الصدر تمام اذا جاوبت الان جيش المهدي يقوده مقتدى الصدر هل تعلم انه في عام 2007 انا تهجرت من بيتي بسبب جيش المهدي طبوا البيت ناخذوه بالسلاح وقالوا لي اطلع لسبب طائفي هل تعلم هذا الكلام اخي انا وهجروني يا اخي انا امك بس اسمح لي انا شنو القصد انت حضرتك دتمجد بمقتدى الصدر سالتك سؤال ايش قدم في جوانب الحياه للعراقيين ماذا تجاوب انا حكي واضح اخي احنا لو ما السيد القائد الله يحفظه طيب. ان النتيجه الاجتماعيه كلها متفلش العراق تحت الصفر لو ما السيد يعني هسه هو رافعه من الصفر بفضل الله أنا أشكرك نعم وصلت فكرتك شكرا جزيلا أنا أعتذر منك لأن الوقت انتهى طبعا أكو مقطع عرضناه موجود على اليوتيوب بإمكان حضرتك أن تراجع وتشوف في برنامج تواصل.com موجود على اليوتيوب الأرشيفي طلع مواطن من مدينة الصدر مركز مقتدى الصدر طلع مواطن عراقي ما يقدر يعبر الشارع الثاني دي يجيب ريوق بسبب الطين والفيضان هذا في منطقة مقتدى الصدر ما راح أقول لك بغداد ما راح أقول لك العراق والمحافظات لا في منطقة تابعة لمقتدى الصدر فيها غالبية كبيرة جدا من أنصاره شارع من بلط لهم حديث طويل طبعا يدور بخصوص مقتدى الصدر لكن في النهاية الشارع العراقي إذا أنت عندك وجهة نظر وتحبه وتحترمه بغض النظر هاي وجهة نظرك لكن غالبية الناس اليوم في العراق تضرروا من هذه الأحزاب الدينية اللي عندها فصائل مسلحة ميليشيات خلص هذه الأحزاب دخلت بالعملية السياسية وما قدمت شيء فيرفضوها ويريدون إسقاط هذا النظام وإزالة هذه الأحزاب أنا وصلت ويا حضراتكم إلى ختام حلقتنا مشاهدينا الكرام أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة نلقاكم بإذن الله إلى اللقاء